هنبدا ناخد التايم كومبلكستي او البيج او لمجموعه من اكواد الجافا يعني هنبدا نطبق الكلام ده على اكواد الجافا بيقول لك بقى بالنسبه للناس بقى اللي بتسال وتقول هو ايه موضوع الان والان تربيع واللوج ان هو جاي هنا بقى يعرفك الموضوع ده بيقول لك ان اي جمله بتتكرر مره واحده بس بنقول عليها بيج او اوف 1 اني ستيتمنت اي جمله ذات اوكرز وانس اي جملة بتتنفذ مرة واحدة زي دي بنقول عليها big O of 1 يعني اتنفذت مرة واحدة بس بالنسبة للفور لوب الفور لوب بيتنفذ عدد من المرات من صفر العشرة من صفر المية هنا لو اللو... لو الفور لوب دي اتنفذت من صفر الى ان ان ده عدد مجهول بنقول ان الفور لوب دي اتنفذت عدد ان من المرات مش هي اتنفذت من صفر الى ان عدد مرات التكرار إذا بنقول عليها big O of n يعني اتنفذت إن من المرات، طيب بالنسبة لل for المتداخلة يعني إنت عندك تو for loop عندك الأوتر فور loop اللي هي دي، وعندك الانر فور loop، الفور لوب الأولانية اتنفذت من صفر ل n يبقى اتنفذت عدد n من المرات، والفور لوب loop التانية اتنفذت برضو من صفر ل n يعني اتنفذت عدد n من المرات. في الحالة دي بنضرب الـn في الـn، بنضرب الخارجية في الداخلية، n في n بيساوي كام؟ بيساوي n تربيع، طيب هسألك سؤال تاني، افرض إن دي اتنفذت n من المرات، ودي اتنفذت m من المرات، m مش n، في الحالة دي هنضرب الـn في الإم يبقى ما بتقولش عليها ان تربيع لا بتقول ان في ام هي هياها سواء ان في ام او ان تربيع المهم انك بتضرب الخارجيه في الداخليه تمام؟ تمام بعد كده بيكلمك عن اللوج ان بيقول لك ايه؟ بيقول ان الفور لوب دي غريبه شويه هي اه بدات من واحد لحد ان يعني اتنفذت ان من المرة ولكن كل مرة بنقول i بيساوي i في 2 يعني كل مرة بنضرب في 2 قال لك في الحالة دي النتيجة بتبقى عاملة كده 1 2 4 8 16 وبيقول لك إن العملية دي عملية اللوج بنعمل لوج للإن علشان كده قال لك إن الأوردر بتاعها بيج أو أوف لوج إن يبقى أنت لما تلاقي فور لوب بالشكل ده كل مرة الـ i بتنضرب في 2 وبتزيد بالشكل ده العملية دي عملية اللوج إن وبيقول لك نفس الموضوع في القسمه برضه يعني هو كده بدا الاوردر بشكل عكسي على سبيل المثال من 16 8 4 2 كده عملية اسمة مش عملية ضرب برضو الاوردر بتاعها بيج او اوف لوج ان تمام دي اسمها اللوجاريتماتيك او اللوجاريتميك طيب افرض بقى ان اللوجاريتميك ده كان في فور الداخليه هو الفور الداخلية هيطلع لك ايه هيطلع لك لوج ان تمام والخارجية الفور الاوتر الخارجية بينتج عنها ان لانها بتتنفذ ان من المرات طب الناتج بالكامل هيكون ايه هيكون ان انا هضرب دي في دي هيبقى الناتج النهائي ان لوج ان تمام تمام الكلام ده هنحتاجه حالا في المسائل اللي هناخدها فحاول ان انت تفهمه وتراجع عليه اكتر من مرة بعد كده عايزك تحسب الخطوات counting steps ايه بقى موضوع حساب الخطوات بيقول لك to determine the order of the algorithm. علشان تحدد الاوردر بتاع الالجوريزم انت محتاج انك تكالكيولي the total running time تحسب الزمن التشغيل الكلي following the steps below عن طريق انك تتبع الخطوات اللي تحت دي. اول خطوه ايه؟ اول خطوه بيقول لك write the algorithm down in precise English or in any programming language يعني ايه؟ يعني ان حضرتك تكتب الكود على ورقه كده. هو عموما الكود ده هيكون مديهولك في المساله. طيب ايه المطلوب بقى؟ determine how many steps are accomplished by each line. ان حضرتك هتحدد كل لاين ده في عدد كام من الستبس لان ممكن يكون اللاين الواحد زي جملة فور في اكتر من جملة برمجية and how many times وايه عدد المرات the line is executed اللي هيتم تنفيذ فيها كل سطر هتيجي مثلا تكتب هنا ان تكتب هنا ان تربيع تكتب هنا ان اس تلاتة بالشكل ده طيب بعد كده بيقول لك the total running time اه احنا اللي عايزين نحسبه هو التوتال راننج تايم نجيبه ازاي فور ذا الجوريزم از ذا سم اوف ذا تايم ريكوايرد فور ايتش لاين حضرتك هتجمع كل لاين مع اللاين اللي بعده تعمل عمليه جمع تجمعهم على بعض وفي الاخر هتطلع زمن التشغيل الكلي في الحاله دي عندك ان زائد ان تربيع زائد ان اس 3 طبعا احنا بناخد البيج اوردر اكبر اوردر فيهم هنحوش ال اس 2 وهنحوش ال هيتفضل عندك ال اس 3 عايز اقول لك ان الموضوع سهل جدا يلا تعالوا نبدا مع بعض. بيبدا يجيب لك مثال زي ده كده وبيطلب منك انك تحسب له التوتال راننج تايم طب احنا هنحسب التوتال راننج تايم ازاي؟ بيقول لك عن طريق حساب زمن كل خطوه من الخطوات. بتبدا تشوف كل خطوه من الخطوات بتتنفذ قد ايه وتقول له الخطوه دي بتتنفذ قد ايه وتجمع الخطوات كلها على سبيل المثال الهيدر بتاع الميثود ده بيتنفذ كم مره ممكن تقول بيتنفذ مره واحده وممكن تقول بيتنفذ وانس يعني برضو مره واحده هو هنا جاي بيقول بقى ان انت اللي بيتنفذ مره واحده قول عليه سي سي دي اللي هي زمن تنفيذ الخطوه بيقول لك وير سي از ا هو ثابت يعني في الاخر بنلغيه ملوش اي لازمه that is related to the time مرتبط بالوقت to execute اللي بينفذ one operation عملية واحدة فعشان كده لما نيجي ننفذ عملية واحدة بنقول عليها سي على سبيل المثال هنا السطر ده بيتنفذ كم مرة بيتنفذ مرة واحدة بقول عليه C في مشكلة في الكلام ده جاي بعد كده بقى مقسم لك جملة فور بيقول لك فور فيها تلات أجزاء أو أو ستيتمنت فيها الجملة الأولانية من فور بتقول لك إنت أي بيساوي صفر وبعدين سيمي كولون وبعدين الشرط اي اصغر من اي دوت لينس وبعدين سيمي كولون وبعدين اي بلس بلس فهو بيقول لك انها مكونه اساسا من ثلاث جمل فعشان كده بياخد زمن كل جمله بخصوص الموضوع ده تعالوا كده ناخده واحده واحده عشان يهمني فيه جزئيه معينه في جمله فور في جملة فور فور بتبقى عاملة كده فور انت اي بيساوي صفر وبعدين اي اصغر من تعالى نقول عشرة تمام او اصغر من او يساوي عشرة وبعدين اي بلس بلس وبعدين عندك هنا جملة سيستم دوت اوت دوت برنت لين انا اختصرها في سيس اوت اي حاجه دي كلمه اي حاجه على فكره طيب انا دلوقتي عايز اعرف كل جمله من دون الجمله الاولانيه والجمله التانية والجمله التالتة والجمله اللي جوه دي عايز اعرف كل واحده منهم اتنفذت كام مره خلي بالك ان اول جمله دي اتنفذت مره واحده بس ليه اتنفذت مره واحده لان انا بس بعرف الاي وبدلها قيمه مبدئيه اي اصغر من او يساوي 10 بتتكرر كم مره ما تقوليش انها بتتكرر 10 مرات اولا اللوب دي اصلا بتبدا من صفر لحد 10 من صفر لحد 10 يعني بتتكرر 11 مره فعشان كده بيقول لك ان اي جمله داخل اللوب دي هتتنفس كم مره هتتنفس 11 مره طب اي بلس بلس دي هتتنفس كم مره برضه هتتنفس 11 مره لان كل مره الاي هيزيد عليها واحد فعشان كده هتتنفذ 11 مره بيقول لك ان الشرط ده دا دايما بيلف أك... عفوا بيتنفذ اكتر ما بتتنفذ اي جمله بمقدار واحد يعني اذا كانت اللوب دي هتلف 11 مره الجمله دي بتتنفذ 12 مره ليه لانها هي الشرط اللي بيوقف اللوب يعني ايه بيوقف اللوب يعني اي بلس بلس ده كل مره بيزود واحد هيبدا من صفر يزود لحد 10 بعد 10 هيزود واحد هيخليه 11 فهيروح هنا يشوف الشرط يقول لا ده اي اصغر من او يساوي 10 في الحاله دي هيوقف اللوب ومش هيكمل يبقى دي دايما بتتنفس خطوه زياده اعرف ان الشرط ده بيتنفذ ايه بيتنفذ خطوه زياده فاذا كان الاوردر بتاع الجمله دي بيج او اوف 1 الاوردر بتاع الجمله دي هيكون بيج او اوف ان الاوردر بتاع الجمله دي هيكون بيج او اوف ان زائد واحد لانه بيتنفذ مره زياده هو ده اللي انا عايزك تعرفه فهنا في المساله دي جاي يقول لك ايه بقى جاي يقول لك ان الاوردر بتاع الهيدر سي سي يعني 1 يعني بيتنفذ مره واحده بس الاوردر بتاع الجمله دي برضو سي يعني بيتنفذ جمله مره واحده بس عندك داخل الفور الاوردر بتاع الجملة دي الجملة دي بتنفذ مرة واحدة بس يبقى سي الجملة اللي في النص بصرف النظر عن هي ايه بتتنفذ سي اوف ان زائد واحد طيب والجملة الاخيرة اللي هي اي بلاس بلاس بتتنفذ ان من المرات فهو بيضرب الان في السي اللي هو زمن تنفيذ كل واحدة يبقى سي ان السي دي مجرد ثابت اللي هو زمن تنفيذها ولكن هي ان بتتنفذ ان من المرات الجمله اللي جوه بتتنفذ ان من المرات فهو ضربها لك في سي والجمله الاخرانيه بتاعت الريتيرن بتتنفس سي طيب في الاخر خالص علشان نعرف الزمن الكلي للكود البرمجي ده بالكامل نعمل ايه نبدا نجمع كل سطر نجمع كل سطر ازاي السطر الاولاني بيتنفذ سي بتقوم جاي هنا قايل له سي زائد السطر الثاني سي حاضر السطر التالت سي ماشي، السطر الرابع سي، تعالى نقول له سي اوف ان زائد واحد ماشي، اللي بعده زائد سي ان زائد سي ان زائد سي، ابدأ اجمعهم على بعض، انت عندك كم سي؟ عندك واحد اتنين تلاتة أربعة، تمام؟ تمام، يبقى انت عندك أربعة سي زائد لا عفوا المفروض ان احنا نفك دي الاول عشان في سي كمان زياده هنا تعالى الاول نفك دي دي سي اوف ان عشان تفك دي هتفكها ازاي؟ هتضرب السي في الان وهتضرب السي في الواحد اي قوس بالشكل ده علشان تفكه هتضرب الاول سي في ان وبعد كده هتضرب السي في الواحد فهيبقى الناتج عندك ايه؟ سي زائد C زائد زائد C في ان c ان زائد C في واحد بسي زائد سي زائد سي زائد, إن إن زائد, زائد سي, 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 سي. تعالى كده نشوف عندنا كام C واحد اتنين تلاته اربعه خمسه عندنا خمسه c زائد وعندنا كام سي ان ادى واحد ادى اتنين ادى تلاته وعندنا تلاته سي ان تمام الثوابت في الآخر اتفقنا إن إحنا بنلغيها، الخمسة والتلاتة والسي والسي، اتفضل عندك في الآخر إيه؟ اتفضل عندك إن، يبقى في الآخر بنقول على المسألة دي إنها بيج أو أوف إن. سهلة ولا صعبة؟ طيب، تعالى نشوف الحل بتاعها عندك هنا في المذكرة. هو لك بالشكل ده، بيقول لك إن أنا جمعتها لك سي سي زائد سي زائد سي، وبعدين عرفنا بنفك الكلام ده إزاي. في الآخر طلعت 3 c n زائد 5 c، بنلغي الثوابت، بيبقى الناتج عندك big O of n. تعالوا نشوف مثال تاني، هو هنا جاي مطور لك الموضوع شوية. بيقول لك إن إنت بدل ما نحسب زمن الخطوة ب بنقول إن الجملة اللي تنفذت مرة واحدة زي الجملة دي، زي الهيدر بتاع الميثود، ده تنفذ مرة واحدة بنقول عليه once، once يعني تنفذ مرة واحدة بس. طيب، جميل جدا. جايب لك تو فور لوب متداخلين مع بعض فور لوب الاولانيه والفور لوب الثانيه خلي بالك ان الفور لوب الخارجيه بتبدا هنا وبتنتهي هنا الفور لوب الداخليه بتبدا هنا وتنتهي هنا بس ليه؟ لانها ما فيهاش كل براكتس فبتاخد اول جمله بعدها بس يبقى بتبدا هنا وبتنتهي هنا يعني الجمله الاخيره دي مع فور لوب الخارجيه تمام؟ تمام الهيدر ده اتنفذ مره واحده بس طب بالنسبه للفور دي الفور لوب دي اتنفذت قد ايه؟ بيقول لك هنا ان زائد واحد تايمز ليه ان زائد واحد مش احنا قلنا ان الشرط ده هو اكبر واحد فيهم اكبر واحد فيهم في الثلاث جمل البرمجيه بتاعت فور وهو بيتنفذ ان زائد واحد فقال لك ان زائد واحد تايمز خلي بالك احنا ممكن نقول عليه بيج او of ان وممكن نقول عليه ان زائد واحد بس لما يجي يقول لك كاونتنج ستيبس في الحاله دي انت بتحسب الخطوات يعني المفروض انك تجيب البيج اوردر في الثلاث جمل دول في سطر واحد البيج اوردر هو ده اللي هو ان زائد واحد ولكن اي حاجه داخل الفور لوب بتتنفذ عدد ان من المرات يعني البيج اوردر بتاع الجمله دي ان زائد واحد ولكن اي حاجه داخل اللوب بتتنفذ ان من المرات في الفور لوب الداخليه برضو جايب لك من زيرو لحد ان يبقى في الحاله دي بناخد اكبر اوردر اللي هو ان زائد واحد ولكن هنضربه في الفور لوب الخارجيه فلما نيجي نضربه مش هنضربه في ان زائد واحد لان ايه لان الفول لوب الداخليه دي بتتنفذ ان من المرات يبقى لما اجي اضربه هضرب ال ان زائد واحد هضربه في ال ان تاني انا ليه مش هضربه مش هضرب ال ان زائد واحد في ال ان زائد واحد لان انا ما بضربهاش في البيج اوردر لا انا بضربها في الفول لوب الخارجيه الفول لوب الخارجيه بتتنفذ ان من المرات فانا بقول له ان زائد واحد اللي هو البيج اوردر اللي موجود هنا بضربه في العدد ان. طيب الجملة بقى الداخلية الجملة دي داخل التو فول لوب داخل الفور لوب الأولانية وداخل الفور لوب الثانية فبنضرب ان في ان يبقى الجملة دي بتتنفذ ان n أس تربيع تايمز أي حاجة داخل الفور التو فول لوب بنضرب كده يعني مثلا أنت عندك فور لوب أولانية أهي وعندك فور لوب تانية الجملة اللي جواهم دي بتتدرب N في N طب لو عندك 3 فور لوب وفي جملة في النص بتتنفذ N في N في N يعني N أس 3 في الحالة دي أي جملة داخل التو 2 فور لوب هتتنفذ N أس 2 من المرات. طيب بالنسبة للجملة دي خلي بالك إن الجملة الأخرانية دي أنا قلت لك إنها مش في الفور لوب الداخلية هي في الخارجية بس هي في الفور لوب الخارجية بس. عشان كده هتتنفذ ان تايمز ان من المرات تمام المهم تعالوا بقى نحسب الخطوات بتاعتنا عندنا ان زائد واحد عندنا الاول واحد ده كده وانس يعني واحد زائد ان زائد واحد زائد ان في ان زائد واحد خلي بالك ان في ان زائد واحد لما نيجي نفك الاقواس دي ان في ان بان تربيع فهنيجي نقوله زائد ان تربيع وان في واحد ب يبقى زائد ان بعد كده هنجمع زائد ان تربيع مش دي كده ان تربيع فبنقوله زائد ان تربيع زائد ان احنا عايزين نجيب البيج اوردر نعمل ايه تعالى الوحايد دي هتروح لانها ثوابت ملهاش لازمه عندك الان متكرره كم مره أدا واحد اتنين تلاته يبقى 3 ان زائد 2 ان تربيع بنبدأ نحذف الثوابت ملهاش لازمة ونجيب البيج اوردر هل البيج اوردر الان N ولا الان N تربيع؟ أكيد طبعاً الان N تربيع يبقى حل المسألة دي بيج أو أوف إن تربيع هنا بيقول لك single فور لوب تايبيكلي تيكس تايم إن أو أوف إن يعني بيقول لك غالباً الفور لوب الواحدة اللي هي السنجل فور لوب غالبا الاوردر بتاعها بيكون بيج او اوف ان. وايل ادابلي نستد فور لوب اللي هي الفور لوب المتداخله اللي فيها اتنين بيقول لك ان غالبا بتاخد وقت بيج او اوف ان تربيع بس بيقول لك خلي بالك دونت اوفر generalize يعني ما تعممش ما تعممش الناتج دي عن اللوبز كلها لان ساعات اللوبز بتختلف. فاحنا هنشوف امثله عن الموضوع ده دلوقتي حالا. خلي بالك مهمه جدا الاسئله دي في الامتحان هناخد مع بعض اسئله امتحانات هناخد ورق عمل فيها اسئله امتحانات كتيره وحلوه جدا ومفيده ولكن حاول ان انت تفهم الامثله الاساسيه اللي موجوده عندك في المذكره طيب هنا جايب لك ميثود اهو بيقول لك ان الميثود ده بياخد انت ان وانت ام والله بياخد انت ان بياخد انت ام ان, بياخد اري ان, بياخد, بياخد اي حاجه هو بيتنفس وانس بيتنفس مره واحده بس فاجي هنا قال لك ايه؟ قال لك وانس، طيب جميل جدا. الفول لوب الاولانيه دي اتفقنا ان احنا بناخد البيج اوردر. هو بيتنفذ من 0 الى ان، يبقى في الاخر هنقول له ان زائد 1 تايمز، فيها مشكله دي؟ ما فيهاش اي مشكله، ان زائد 1 تايمز، بناخد البيج اوردر. طيب، الفول لوب الثانيه بقى خلي بالك ركز معايا، قال لك من 0 لام، مش ل ان، يعني في اللوب في الفول لوب اللي فاتت دي كانت ان. ودي كانت ان لكن في اللو في لوب دي قال لك ام مش ان في الحاله دي بنقول له ان الاوردر ام زائد واحد ايه المشكله بس هنضربها في ايه هنضربها في الان اللي هي الاولانيه دي يبقى دي تقول له ام زائد واحد في ان خلي بالك في المثال اللي فات كنا قلنا ان في ان زائد واحد في المثال ده ان في ام زائد واحد ايه المشكله زودنا دي مثلا عادي جدا ولا اي حاجة طيب هو بيقول لك الكلام ده ليه لان بعد كده انت عندك فور لوب خارجية اهي وعندك فور لوب داخلية الداخلية بتنتهي هنا خلي بالك يعني الجملة دي داخل التو فور لوب المفروض ان كان في المثال اللي فات قلنا عليها ان اس 2 ليه قلنا عليها ان اس 2 لانها كانت ان في ان عادي جدا ما هو الجمله دي هتبقى انت هتضرب الفول لوب الاولانيه في الفول لوب الثانيه الاولانيه ام والثانيه ان يبقى هنضرب الام في الان N هتبقى ان N في ام تايمز يعني اللي فاتت الفول لوب اللي فاتت كانت ان في ان الفول لوب دي ان في ام لان انت عندك هنا ده من زيرو الام وده من زيرو الان فدي تعتبر ان ودي تعتبر ام يبقى اللي داخل فيهم هيتضرب ام في ان بالشكل ده طيب بالنسبه للجمله الاخرانيه هتتنفذ كام مره؟ او الزمن بتاعها هيبقى ايه؟ ما هو خلي بالك ان الجمله الاخرانيه دي ما هياش داخل التو فور لوب، لا هي داخل الفور لوب الخارجيه بس، فهتتنفذ عدد ان من المرات يبقى n تايمز. هنيجي بقى في الاخر عشان نجمع الكلام ده كله دي وانس يعني واحد زائد دي ان زائد واحد، جميل زائد ان في ام زائد واحد هتضرب الاول ال في الام وبعد كده هتضرب ال في الواحد ان في ام هتقول له بان ام زائد ال في الواحد هتقول له بان زائد دي ان في الام بان ام زائد اخر واحده ان الثوابت دي بتروح الوحايد دي او الارقام عامه بتروح عندك كام ان عندك واحد اتنين تلاته ان جميل جدا زائد عندك كام ان ام عندك اتنين ان ام جميل بتحوش الثوابت اتفضل عندك ان زائد ان ام اي واحد فيهم تفتكر اكبر هل الان ولا الان ام اكيد الان ام طبعا يبقى ده هو الكبير هو اللي بنختاره يبقى الحل بتاع المساله بيج او اوف ام ان او ان ام جاي هنا برضو جايب لك تو فور لوب متداخلين الفور لوب الاولانيه الاوتر والفور لوب الداخليه اللي هي الانر جميل بس خلي بالك بقى في حركه حلوه قوي جاي بيقول لك هنا ان الفور لوب الداخليه من صفر لتسعه ما قالكش الان في الحاله دي الفور لوب الداخليه كونستنت This loop takes constant time يعني بتاخد وقت ثابت يعني على سبيل المثال لو جينا نحسب كده البيج اوردر للسطر ده هنلاقي ان هو بدل ان زائد واحد هنقول تسعه زائد واحد يعني 10، يعني بياخد وقت معلوم صح ولا لا؟ مش احنا اتفقنا ان الارقام بنلغيها؟ يبقى الفول لوب دي ما بتأثرش اي تأثير على البيج أو طيب تعالى ناخدها واحده واحده. الجمله الاولانيه دي تتنفذ كام مره؟ بتتنفذ وانس. حلو جدا. طب الثانيه بتتنفذ قد ايه؟ ركز معايا. الفور لوب الثانيه دي من صفر إن وكل مره بتزيد واحد يبقى بتتنفس كام مره ايوه برافو عليك ان زائد واحد الله عليك طيب بالنسبه للفور لوب دي هي من صفر لتسعه اتفقنا مع بعض ان دايما بناخد الشرط ده وبنزود عليه واحد يبقى هيبقى تسعة زائد واحد طب التسعة زائد واحد دي مش هي فور لوب داخليه يبقى احنا هنضربها في الخارجيه اللي هي n، يبقى احنا هنقول n في 9 زائد واحد، يعني n في 10. طيب، الجمله اللي جوه دي هتتنفس كام مره؟ خلي بالك ان احنا كنا قبل كده الجمله الداخليه دي بنضربها في n في n، فاحنا هنضربها في 9 في n، يبقى المفروض ان الجمله الداخليه دي هتد... هتكون 9 إن لان احنا هنضربها في 2 لوب في التوب في اللوب الاولانيه في تسعة. في اللوب الثانيه في ان هتبقى تسعة ان طيب الجمله دي ما هياش داخل الفور لوب الداخليه ده هي داخل الفور لوب الخارجيه يبقى هتتنفذ عدد ان من المرات يبقى انت لو جيت تجمع كده اول جمله دي واحد زائد الجمله اللي بعدها ان زائد واحد زائد الجمله اللي بعدها ان في عشرة يعني ان عشرة الجملة اللي بعدها تسعة ان الجملة اللي بعدها ان يبقى انت عندك هتحوش الثوابت واحد واحد ال10 دي هتحوشها مش انا قلت لك ان ال10 هنحوشها والتسعة هنحوشها لان كلهم ارقام يبقى اتبقى عندك ان زائد ان زائد ان زائد ان يعني 4 ان هنحوش الاربعة يتبقى عندك بيج اوردر اوف ان فأنا عايز اقول لك ان دايما اللوب الثابتة اللي هي فيها ارقام ثابتة من صفر لتسعة من صفر ل 20 من صفر ل 100 دايما اللوب دي مفيش لها اي تاثير على البيج او عارف جدا ان في ناس بتيجي بعد المساله دي وتتلخبط يقول لك يعني احنا عارفين ان في التو فور لوب اللي هي الفور لوب المتداخله بيبقى بيج اوردر اوف ان اس 2 ولكن هنا هو جايب لك بيج اوردر اوف ان ليه يا فندم هي في الفول لوب المتداخله بتبقى بيج اوردر اوف ان اس 2 ولكن دايما الفول لوب اللي فيها رقم ثابت ما بتتحسبش بس كده خدها قاعده يعني لو انت عايز مني قاعده تعالى كده نروح لل... للكلام اللي فات هو جاي هنا بيقول لك ايه هو جاي بيقول dont أوفر generalize يعني ما تعممش ولكن انا هحاول اعمم بقدر الامكان هنا بيقول لك A single for loop typically takes time in order of n يبقى ال for loop الواحدة بتاخد order of n. النستed for loop اللي هي فيها اتنين بتاخد order of n أس اتنين. عايز اقول لك كمان ان لو في 3 لوب داخلين في بعض بياخدوا order o of n أس تلاتة. ولكن لو كان في لوب منهم خلي بالك بقى دي القاعدة اللي أنا هديها لك لو في لوب واحدة منهم بس فيها قيم ثابتة في الحالة دي بتنقص من ال N بتبقى بدل ما هي N أس 3 بتبقى N أس 2 يعني إيه الكلام ده؟ واحدة واحدة عشان الموضوع ده مهم يعني لما يكون عندك 1 4 لوب بيكون الاوردر بتاعها بيج او ان جميل لما يكون عندك تو فور لوب بيكون الاوردر بيج او اوف ان اس 2 ولكن لو كان في التو فور لوب دول في واحده فيهم القيم بتاعتها ثابته بيبقى البيج اوردر اوف او اوف ان ده في حاله ان واحده منهم قيمها ثابته لو عندك 3 4 لوب الاوردر بتاعهم بيبقى بيج او اوف ان اس تلاتة ولكن لو كان فيهم واحدة ثابتة بيبقى او اوف ان اس اتنين كده الكلام بقى واضح؟ أظن بقى واضح جدا يبقى أنت دلوقتي بقى عندك قاعدة ممكن جدا تمشي عليها جميل؟ جميل عندك بعد كده المثال ده يعني في خدعه بسيطه كده بيقول لك ايه؟ جايب لك هنا طبعا الاولانيه دي اللي هي الهيدر بتاع الميثود بيشتغل وانس جايب لك فور لوب المتداخله، الفور لوب الخارجيه اهي والفور لوب الداخليه اهي، الكلام ده طبعا احنا عارفينه كويس جدا. الفور لوب الخارجيه عادي جدا من واحد الى ان بتتنفس كم مره ان من المرات يبقى لما اجي احسب الكاونتنج ستيب بتاعها اقول له ان زائد واحد في مشكله في الكلام ده؟ مفيش. الفور لوب الداخليه بقى بيقول لك جي بيساوي واحد وجي اصغر من او هيساوي اي، اي دي اللي هي في الفور لوب الاولانيه. اذا الفور لوب الثانيه معتمده على الفور لوب الاولانيه وده معناته ايه؟ ركز معايا. معناته ان لو الفور اللوب الاولانيه لفت مره يعني بيقول لك 4i بيساوي 1 الانر لوب هتشتغل مره ولو الاي بيساوي 2 الانر فور لوب معتمد عليها فبتشتغل 2 يعني لو دي 1 دي 1 ولو دي 2 دي 2 فعشان كده بيقول لك اند فاينلي 4i بيساوي ان لما تكون الاي هنا بتنتهي عند ان يبقى الانر لوب وركس ان تايمز يبقى الانر لوب دي برضو بتشتغل ان تايمز يبقى حضرتك لما تيجي تحسبها هتقول له برضو ان زائد واحد واتفقنا ان احنا بنضربها في الـ n بتاعت الفول لوب الخارجية فبنقول له في ان في حاجة بس زيادة يعني الكلام ده احنا عارفينه ان في ان زائد واحد ايه بقى اللي احنا مش عارفينه ان الفول التو فول لوب معتمدين على بعض الداخلية دي معتمد على الخارجية فعلشان نجيب زمن الداخلية لازم يبقى الاتنين مع بعض زمن الاتنين مع بعض على اتنين. يعني كل الموضوع انك في الاخر بتقسم على اتنين لان هما الاتنين مرتبطين ببعض. فانت لازم تاخد الزمنين مع بعض على اتنين. طيب الجملة دي بتتنفس كم مرة? ان في ان. ان تربيع. سهلة جدا. والجملة دي اللي هي تبع الفور الخارجية بتتنفذ ان في مشكلة في الكلام ده ما فيش اي مشكلة في الكلام ده دايما لما تكون اللوب الداخلية مرتبطة باللوب الخارجية بتعمل نفس الموضوع ده اول واحد وانس سيبك من الكلام اللي تحت يعني ما تخافش من الاشكال دي عادي جدا ما بتخوفش يعني واحد اللي هي الجملة الاولانية زائد الجملة التانية ان زائد واحد ماشي يا حاضر الجمله الثالثه ان N في ان N بان تربيع دي ان تربيع زائد ان في 1 بان يبقى زائد ان ممكن تقسمهم على الاثنين يعني في الاخر بتقسمهم على الاثنين ممكن تيجي تقول ان على 2 وممكن تيجي تقول ان تربيع على 2 زائد ان تربيع زائد ان نيجي نحذف الثوابت الواحد والواحد، الاثنين والاثنين، هيتفضل عندك تعالى نعد الإن، الإن واحد اثنين ثلاثة، يبقى ثلاثة إن زائد كام إن تربيع؟ واحد اثنين، اثنين إن تربيع. بتحوش الثوابت بتشوف هل الإن تربيع أكبر ولا الإن؟ طبعًا الأكبر هو الإن تربيع، في النهاية بيبقى بيج أو وفي إن تربيع، في مشكلة في الكلام ده؟ الكلام ده بقى ايه اللي بيخوف ده ولا أي حاجة، سيبك منه. عندك هنا بقى جايب لك 3 اه 4 لوب داخلين في بعض. يعني طقشوا في بعض كده، عملوا حادثة ودخلوا هما التلاتة في بعض. عندك الفول لوب الأولانية بتبدأ هنا، بتنتهي هنا. الفول لوب التانية بتبدأ هنا وبتنتهي هنا. الفول لوب التالتة بتبدأ هنا وبتنتهي هنا. الفول لوب الاولانيه ها الاوردر هو عايز بقى هنا ايه؟ بيكلمك عن البيج او نوتيشن يعني عفوا انا ما خدتش بالي هو هنا بقى ما عادش بيقول لك في الكاونتنج ستيبس هو عايز منك مباشره ودي غالبا المساله اللي بتيجي في الامتحان بيقول لك وات از ذا وات از ذا تايم كومبلكسيتي اوف ذا فولوينج جافا كودز هو مش عايز بقى منك انك تقعد تقول له دي ان زائد واحد ودي ان زائد اتنين ودي ما معرفش ان في ان زائد واحد هو عايز يعرف منك من الاخر كده البيج او او التايم كومبلكسيتي قد ايه؟ انا قلت لك من شويه قاعده ان لما تلاقي 3 4 لوب داخلين في بعض بيبقى ايه او اوف ان اس 3 تمام ولا لا بس لو في واحده منهم ثابته يبقى بتحذف واحد يبقى بيبقى ان اس 2 هل في واحده منهم ثابته ولا في ولا واحده منهم ثابته دي من اول واحد لحد ان يبقى دي ان ودي من واحد لحد ان يبقى ادي كمان ان ودي من واحد لحد ان يبقى ادي كمان ان يبقى n في n في n بتبقى n اس 3، في مشكلة في الكلام ده؟ دايما الثري 3 لوب لما يبقوا متداخلين بالشكل ده يبقى عندك بيج او اوف ان تكعيب. طيب، اللي بعدها؟ خلي بالك ان اللي بعدها فيها خدعة بسيطة ما أنت لازم تدور برضو ركز معايا. الأولانية n الأوردر بتاعها بيج أو أوف إن، والتانية الأوردر بتاعها بيج أو أوف إن. طب امال فين المشكله طب ما هتبقى ان إيه تربيع هقول لك لا امال ايه عندك هنا جي قال لك في النص جي بيساوي جي في 2 خلي بالك جي بيساوي جي في 2 يعني هو ما جاش كتبها لك هنا بس هو جه كتبها لك هنا واحنا اتفقنا مع بعض ان لما تلاقي هنا او حتى في البادي بتاع الفور لوب لما تلاقي في جي بيساوي جي في اتنين معنى كده ان دي لوج ان يبقى الفور لوب دي مش هتبقى ان امال هتبقى ايه هتبقى لوج ان ليه علشان بس الجمله دي الجمله دي سواء كانت مكتوبه في البادي او كانت مكتوبه هنا في الحاله دي بيبقى لوج ان طيب دي لوج ان ودي ان هنضربهم الاثنين في بعض هيبقى ان لوج ان طيب مثال كمان تعالوا نشوف شكله كده فيه خدعه فيه خدعه ليه ركز معايا هما 3 فور لوب وفي الاخر الناتج عندك ان اس 2 يبقى اكيد فيه خدعه تعال نشوف ايه هي الخدعه اكيد هتلاقي فور لوب منهم فيها قيمه ثابته الفور لوب الاولانيه من 1 ل يبقى ان الاوردر بتاعها ان الفور لوب الثانيه من 1 لخمسة 5 اه طالما من 1 لخمسة 5 يبقى انت حضرتك عندك قيمه ثابته الفور لوب دي بتتلغي ولا كانها موجوده الفور لوب اللي بعدها من واحد لان يبقى بيج اوردر اوف ان ان في ان بان تربيع خلاص بقى الموضوع بقى مفهوم طيب عندك هنا في السؤال الرابع ده جايب لك تو فور لوب بس خلي بالك مش متداخلين الفور لوب الاولانيه من اول هنا لحد هنا والفور لوب الثانيه من اول هنا لحد هنا خلي بالك ان هما طالما هما مش متداخلين يعني هما في الحالة دي كده مش متداخلين طالما مش متداخلين بنشوف ايه الكبيرة فيهم بنشوف هل الاوردر بتاع دي هي الكبيرة ولا الاوردر بتاع دي هي الكبيرة الفولو لوب من زيرو ل ان بيج او اوف ان والاوردر بتاع التانية من زيرو ل ام بيج او اوف ام طب انا كده معرفتش الكبيرة فين انا محتاج ان انا اجيب الاوردر بتاع الكبيرة طب فين الكبيرة انا ما اعرفش اعمل ايه اقوم قايل له بيج اوردر ان زائد ام في حل تاني ان انا اجي اقول له بيج اوردر عايز الماكس الكبيره في الان او الام بكتبها له بالشكل ده في حاله ان هم يكونوا منفصلين وانا ما اعرفش فين فيهم الكبيره يعني انا ما عرفتش هل دي مثلا ان ودي ان اس 2 لا ده دي ان ودي ام يعني انا ما اعرفش فين الكبيره فبحلها له بالشكل ده جايب لك هنا فور لوب المتداخل ركز معايا فور لوب خارجيه وفور لوب داخليه طبعا انا عارف ان الاثنين فور لوب طالما نستد فور لوب يبقى بيج او اوف ان تربيع ولكن الفور لوب الداخليه زي ما انت شايف ادالك ايه قيمه ثابته من واحد لخمس يبقى في الحاله دي بعمل لها ايه؟ بشطب عليها مش عايز يبقى في الاخر الناتج هيتحسب على الفور لوب الخارجيه بس بيج او اوف ان تمام خلي بالك ان كمان دي معاها الفول لوب التانية دي معاها بس مش نستد يعني دي لوحدها ودي لوحدها دي لوحدها احنا عارفين في الاخر ان البيج اوردر بتاعها هيبقى ان ودي طلع البيج اوردر بتاعها ان يبقى احنا هناخد بس واحدة منهم احنا بناخد اوردر واحد بس اللي بعدها دي الفول لوب الخارجية من زيرو n والفور لوب الداخلية من زيرو الإم يبقى هنضرب الإن في الإم هيبقى بيج أوردر إنه إن في إم. مسائل سهلة جدا مفيش فيها أي حاجة. بعد كده جاي تاني بيكلمك عن البيست وورست والأفريج كيس. عايز أقول لك إن الجزء اللي فات جزء مهم جدا والمسائل بتاعته مهمة راجعها مرة واتنين وبعد ما تراجعها مرة واتنين أنا عامل لك ورقة عمل فيديو تاني تشوفوا بعد الفيديو ده في جميع المسائل اللي ممكن تتوقعها في الجزئية دي بالنسبة بقى للبيست والورست والأفريج كيس انظمهم احنا خدناهم قبل كده وعارفين موضوع البيست ان هو البيست لو كان ايه يعني لو كان عندك اري مثلا عاملة زي كده فيها مجموعة من العناصر فانت عندك البيست كيس ان العنصر اللي انت بتدور عليه يطلع هنا الورست كيس ان العنصر اللي انت بتدور عليه يطلع هنا، والافريج كيس ان العنصر اللي انت بتدور عليه يطلع في النص، صعبة دي؟ لا مش صعبة ولا حاجة، فهو جايب لك هنا في الأول خالص جايب لك مثال يقول لك ايه؟ يقول لك ان المثال ده ان انت هتدور في الأرّي ايه؟ هتدور على رقم معين اللي هو كي، فبيقول لك انك هتعمل فور لوب، الفور لوب دي هتلف على جميع عناصر الأرّي، لو أي عنصر من عناصر الأرّي بيساوي كي مباشرة ريتيرن ريتيرن ترو. اما لو ما لقاش العناصر دي هي ريتيرن فولس يبقى هو هيلف على العناصر الاري لو لقى العنصر كده في اي مكان هيرجع ترو مباشره لو ما لقاهوش بعد ما خلص الاري هيرجع فولس بيقول لك اتس ديفيكالت تو انالايز كود زي ده صعب ان انا احلله صعب ان انا اجيب فيه البيج او بيكوز اوف ذا اف ستيتمنت لان هو فيه شرط اف فانا صعب ان انا اطلع اعمل له عمليه انالايز صح ولا لا وبيقول لك ذا راننج تايم ديبيندز نوت اونلي اون ذا سايز مش دايما الراننج تايم بيعتمد على السايز يعني مثلا الاري دي حجمها 50 الراننج تايم مش هيعتمد دايما على السايز لان انا ممكن الاقيها في في اول خانه العنصر ممكن الاقيه في اول خانه ممكن الاقيه في النص ممكن الاقيه في الاخر فالراننج تايم ما بيعتمدش دايما على عددهم ولكن بيعتمد هو فين بالظبط but also on اتس content ولكن بيعتمد على المحتويات طيب عايز اقول لك ان في موضوع البيست والورست والافريج لو العنصر بنلف احنا على عناصر الاري فلقيناه في اول عنصر بالظبط يبقى الاوردر بتاعه ايه؟ يبقى بيج او اوف 1 لان انا ما مشيتش عدد ان من المرات ده انا خلاص مجرد ما رحت للاري مباشره لقيت العنصر بتاعي في اول خانه يبقى الاوردر بتاعه ايه؟ 1 طب بالنسبه للورست كيس الاوردر بتاعه ايه؟ برضو الاوردر بتاعه مش 1 بقى لا ده انا مشيت على جميع عناصر الاري يبقى في الحاله دي انا مشيت ان من المرات صح ولا لا يبقى بيج اوردر او بيج o اوف ان يبقى في حاله البيست كيس بيج o اوف 1 ولكن في حاله الورست كيس بيج o اوف ان طب وفي حاله الأفرج كيس خلي بالك ان الأفرج يعني في النص تقريبا بس هو برضه مش عدد ان من المرات برضه البيج اوردر بتاعه هيبقى o اوف ان تمام تعالوا بقى نراجع على الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي يعني مجرد مراجعه بس هو بيقول لك ان انت عندك حاجه اسمها البيست كيس البيست كيس ان انت تلاقي العنصر في الاول خالص بيقول لك تيلز اس بيقول لنا هاو فاست ذا بروجرام رانز قد ايه سرعه ان البرنامج بيشتغل وي جيت ريلي لاكي بيقول لك ان احنا هنكون محظوظين هنكون محظوظين جدا في حاله ان احنا نلاقي البيانات في الاول بيقول لك في حالة السيرش اري اللي هو الميثود اللي احنا لسه واخدينه حالا the best case occurs when the first element بيقول لك البيست كيس ان يكون الفيرست element ان the array هو الكي وفي الحالة دي الاوردر هيبقى او اوف 1 بعد كده بيقول لك الورست كيس بقى بيقول لك انها مور يوزفول ليه هي مور يوزفول؟ ليه الورست كيس مور يوزفول؟ لأن حضرتك لما تيجي تعمل برنامج عايز تدور فيه على عنصر انت ما تعرفش العنصر ده فين واكيد مش هيطلع لك في الاول فانت لازم تحسب على ان هو هيطلع لك في الاخر او مش هيطلع في الاريه خالص فدايما احنا بنحسب على الورست كيس يعني دايما بنحسب على اسوا الاحوال في اسوا الاحوال العنصر هيكون فين هيكون يا في الاخر يا مش هيبقى موجود خالص يبقى انا لازم هلف على عناصر الاريه في الحاله دي انا لازم امشي على الورست كيس مش على البيست كيس دايما احنا حتى في حياتنا بنمشي على قد يقول لك في اسوء الظروف هيحصل كذا في اسوء الاحوال هيحصل مش عارف ايه فدايما احنا حتى في حياتنا ماشيين على الورست كيس صح ولا لا طيب يقول لك this means assuming that k is not in the array بيفترض ان k اصلا مش موجوده في الاري giving راننج تايم time big o of n. مش انا قلت لك ان الورست كيس هيبقى o of n او جابوه لك هنا بعد كده جاي بيقول لك الافريج كيس بيقول لك في موضوع الـ كيس case ان هو طبعا احنا بنفترض ان البيانات هتكون موجوده في النص بيقول لك الـ average running time بيتحسب بالمعادله دي probability of event occurring اللي هو احتماليه وجود العنصر ضرب الـ running time if event occurs ضرب الـ running time لو لقينا الايفنت ده هو احتمالية وجود العنصر دي بتكون عاملة ازاي؟ أو بتيجي ازاي؟ بتبقى واحد على ان، ليه واحد على ان؟ ما هو أنا احتمالية وجود العنصر إن أنا لقيت عنصر في العدد بتاع القريب بالكامل، يبقى الاحتمالية واحد على ان، ضرب التايم اللي العملية دي بتاخده، الرننج تايم اف ايفنت اوكرز، يعني ضرب الوقت لو لقينا الايفنت ده. فهو هنا جايب لك معادلة هو انا يهمني في المعادله دي الصفحه اللي بعدها بس تعال نشوف المعادله كده سريعا يعني هو جايب لك هنا بيقول لك ايه بيقول لك بيقول لك ذا each اوف إتش ايفنت اوكرينج اللي هي واحد على ان فاحنا بنيجي هنا نضرب الواحد على ان في الزمن بتاع العمليه زي ما يكون الزمن ده عامل ازاي؟ المهم هو بيعمل لك العمليه الحسابيه دي علشان يقول لك يقول لك في الاخر ان احنا بنعمل عمليه حسابيه بنقول ان زائد واحد على اتنين عشان في الاخر نقول ان الافرج بياخد وقت عدد ان من المرات فبيبقى الاونوتيشن بتاعه بيج او اف اوف ان. عموما العمليه الحسابيه دي ما تهمنيش امال انا يهمني ايه؟ يهمني اعرف في الاخر بس ان هو بيقول لك اتس اولويز ترو ذات الافرج كيس بتكون في النص بتكون دايما اكبر من او يساوي البيست كيس بتكون دايما اصغر من او يساوي الورست كيس يعني بيقول لك ان البيست كيس بعدها الافرج كيس بعدها الورست كيس في المعادله بالشكل ده على فكره ده كده ممكن يجي لك صح وغلط او اختياري يعني الاسئله الاختياري اللي بتبقى في الاول ممكن يجي لك بالشكل ده بالشكل ده احنا انتهينا من الالجوريزم اناليسيس عايزك بعد ما تخلص الجزء ده ضروري جدا جدا ان انت تذاكر ورقه العمل اللي انا مديها لك مهمه جدا وفيها جميع الاسئله المتوقعه في الامتحانات فانت لازم تذاكرها بالشكل ده احنا انتهينا من الالجوريزم اناليسز للماده ام 180 اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته